على الجانب الاخر هناك انتقادات كثيره جدا لكارلوس كيروش خلال فتره كاس العرب باستثناء مباراه او مباراه هي تقريبا الكل قال ان هو كان ماشي بشكل جيد فيها. هل تجد ان هذه الانتقادات هي ظلم ولا في محلها؟ بصراحه انا قلقان من كارلوس كيروش. قلقان؟ قلق شديد كمان. اوكي. لانه كل اللي بيعمله على مدار الفتره اللي فاتت بيدل ان هو مش مقدر قد ايه حجم انه بيدرب بلد منتخب بلد زي مصر. واضح جدا انه يعني الناس المسؤولين اللي اتفقوا معاه واللي اتكلموا معاه واضح ان هم من ضمن اتفاقاته لما تكون متفق وهو بيعلن هو كده اتفق مع المسؤولين انه غير مسؤول عن نتائج كاس العرب، غير مسؤول عن نتائج افريقيا، هو مش مسؤول غير على مهمه تاهل مصر الى كاس العالم. يبقى واضح ان المسؤول اللي قاعد معاه مش مقدر كمان انت يعني ايه اسم منتخب مصر. تمام. وبالتالي الراجل كل تصريحاته انا بحطها تحت بند التهريج، لان يعني في اوقات كتير جدا فيها تقليل. يعني مثلا لما بيتكلم بعد مباراه منتخب قطر ويقول انا قلت للعيبه فخور باللي قدمتوه قدام منتخب يعد في اوروبا وفي امريكا، وفي النهايه برضه هو مش عارف هو بيتكلم يعني اتكلم عن منتخب مصر الحقيقه اتكلم عن منتخب مصر، فبيقول انا قلت للعيبه بتاعتي ان انتوا قدمتوا مباراه كويسه قدام منتخب بيتم اعداده في اوروبا وفي امريكا. في الاول وفي الاخر مع الاحترام لاسم منتخب قطر في البطوله او في او هو انه بطل اسيا، بس في الاول وفي الاخر انا منتخب مصر ماليش علاقه بحال حاله منتخب مصر دلوقتي، ولو ان حاله منتخب مصر دلوقتي كانت تؤهله انه يوصل للمباراه النهائيه. لو كان في قليل من التخطيط، لو كان في قليل من الجرأه، لو كان في حد عارف هو بيدرب مين. لو بنتكلم من الناحيه الفنيه انا عندي مدير فني كل مبارياته اللي قادها مع منتخب مصر الشوط الاول كله ضايع منه مش موجود. ده وان دل يدل على انه بيتفاجئ بالمنتخب اللي بيلعب قصاده. اغلب المباريات انا بحس ان اللعيبه بتتفاجئ بالمنتخب اللي قدامها. بحس ان كارلوس كيروش ولا الناس في مع احترامنا الكامل في كل استوديوهات التحليل تقريبا بيقول لك عبقريه كارلوس كيروش في قراءه المباراه وتغيير المجريات. طب هو اصلا اللي اخطا في البدايه، هو اصلا اللي مش قاري المنافس صح. فانا شايف ان احنا التجربه مش هقول متوسطه، انا شايف ان تجربه كارلوس كيروش حتى الان هي تجربه سيئه. اخشى ما اخشى ان الموضوع يفضل مستمر بهذا الشكل، وكمان عندي مباراتين صعود كاس عالم، وبالتالي لو انا مثلا في المباراه الاولى في كاس عالم لو انا نازل قدام منتخب زي الجزائر، قدام منتخب زي تونس، قدام منتخب من المنتخبات الخمسه الكبار، اكيد هو مش هيسمح لي انه يكون الشوط الاولاني هو اللي ماسكه من غير ممكن يسجل فيه اهداف. انا كل مره بحاول الحق اخطائي في الشوط الثاني. بيحصل وساعات بنجح وساعات ما بنجحش. في المباريات الفاصله هتلاقي من الممكن ان ده يحصل، والاقي تصريح من التصريحات الغريبه جدا اللي متخصص فيها كارلوس كيروش، والحقيقه هو بقى بارع في التصريحات. اكتر واحد بيتكلم عن التحكيم لما بيتكلم في تصريح عن التحكيم ويقول ان لعيبتي انا قصده لعيبه منتخب مصر تاثرت نفسيا بضربه جزاء احتسبها الحكم والفار الغاها. طب يعني ازاي يعني ايه اللي يؤثر نفسيا في ضربه جزاء اتحسبت ايجابيه؟ هو بيقول تاثرت سلبيا. في نفس الوقت منتخب الجزائر في الوقت الضايع امام قطر دخل فيه جون وفي شك ان هو ما يكونش هدف صحيح. اللعيبه وقفت على رجليها وقبل ما الماتش يخلص كسبت الماتش وعدت. يعني لو انت بتكلمنا عن الشخصيه بتستمد من المدير الفني، وانا شايف ان كارلوس كيروش اضعف شخصيه المنتخب المصري بتبريراته الكثيره بعد كل مباراه وعدم اعترافه بالخطا. فانا شايف انها تجربه سيئه. كلام كتير.